عودة مرة تانية مع كل مشاهدينا ومصر جميلة ومستقبل الغاز في مصر، وهل مصر أصبحت حاليا على الخريطة العالمية للغاز؟ تفاصيل أكتر من خلال لقائنا مع الباحث والمحلل السياسي دكتور عبد القادر الهواري ومتخصص في الدراسات المستقبلية. أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير. طبعا الحمد لله رب العالمين ان ربنا يعني بيهبنا منح كده كل فترة والتانية، وحقول الغاز اللي بيتم اكتشافها حاليا في مصر وان شاء الله باذن الله اعتقد ان هي تفرق بشكل كبير جدا في مستقبلنا كمصريين. مصر قبل كده كان عندها الغاز وكنا بنصدره نظرا لكميه الاستهلاك الكبيره، نظرا لوجود مصانع عديده خاصه مصانع الاسمده وصناعات عديده كانت في الفترات ما بين حتى 2010، حتى الاقتصاد المصري الحقيقه كان تصنيفه ما بين ال 30 الاول على العالم، الا انه بعد كده تراجع نتيجه لندوب بعض الحقول ومصر اضطرت للاستيراد من الخارج، لكنه كان موجود مشروع لتصدير الغاز المصري الى اوروبا الحقيقه، ويتم من مصر الى الاردن، ومن الاردن كان المفروض هيروح لبنان، ومن لبنان الى سوريا، ومن سوريا الى تركيا، ومنها الى اوروبا، وده توقف الاخير دوت من بعد 2010 نظرا للظروف اللي مرت بها المنطقه والاقليم. مصر حاليا تخطط ان تصبح مركز اقليمي، مصر قلب العالم ومركز العالم، مصر تخطط ان تصبح مركز اقليمي مش للطاقه فقط، ده للحبوب، للصناعات، بالصناعات تصدر الى اوروبا او من مصر الى اسيا، مركز اقليمي على مستوى العالم، دوله يحتاجها العالم في مختلف المجالات، وده جزء من الامن القومي بيامنها، يعني فكره ان الدول بيتم الاعتداء عليها من الارهاب او بتواجه مخاطر او بتواجه مشكلات مع دول اخرى، لكن لما تصبح دوله يحتاجها العالم هتصبح لها مصالح مع دول اخرى، رجال اعمال من دول اخرى بيستثمروا فيها، هيبقى في تفكير كبير جدا قبل التفكير في اي شغل ارهاب او مشكلات تواجه هذه الدوله. او يعني فكره ثانيه انها تبقى مطمع للاخرين. في الحال مش هتبقى مطمع، لانها هتبقى فرصه لجذب الاستثمارات من رجال اعمال اخرين. لانها هتصبح يبقى فيها رجال اعمال من دول عديده، فيها استثمارات لدول عديده، فيها تصدير صناعات لدول اخرى، لما هتواجه مشكلات هذه الدوله هتاثر على الدول الاخرى، فبالتالي الدول الاخرى ده هتضار من ذلك، فهتحاول تمنع هذه بعض الزمن. احنا عشنا الاحداث دي قبل كده، يعني احنا كان عندنا استثمارات وكان عندنا يعني اقتصاد قوي في مرحله ما، وبعد احداث ثوره 2011 الاستثمار الخارجي طلع، فبقينا احنا بنحاول نرجع، بنعمل جهد كبير جدا عشان نرجع نقف على رجلينا مره ثانيه ونبقى دوله جاذبه للاستثمار. مرينا بمراحل كتير قوي، بذلنا مجهود كبير، المواطن عانى واستحمل وعنده يعني كمان استعداد ان هو يستحمل اكتر عشان مصر تبقى دوله من الدول المتقدمه باذن الله تعالى في المستقبل القريب. انا عايزه اتكلم مع حضرتك على مستقبل، يعني مستقبلنا في ظل المشاريع الجديده وفي ظل المشاريع القوميه والاكتشافات لحقول الغاز المختلفه، ده هيفرق في حياتنا امتى كمصري؟ عندنا الحقيقه حتى الان عدد كبير جدا من حقول الغاز اللي تم اكتشافها، يعني حقل زهر حوالي 30 تريليون متر مكعب، يعني سنوات طويله عديده عندنا، بيأمننا مش بس جيلنا والمستقبل كمان. ويفضل التصدير حتى من بعد 2018 2019 هيبقى في منه للتصدير، هيبقى عندنا حقول حقل شرق الدلتا حوالي 2.5 تريليون، حقل اخر في اسكندريه حوالي 2 تريليون، حقل اخر في مناطق الدلتا برضو حوالي 1.5 تريليون، يعني وهناك فرص اخرى استثماريه عديده لحقول في الصحراء الغربيه وفي البحر المتوسط. الحقيقه البحر المتوسط عباره عن بحيره من الغاز، والعالم كله كان يتهافت على خرائط الغاز في البحر المتوسط كان بيخفيها الامريكان، وخاصه بعد 1992 بعد اتفاقية كيوتو العالم بدأت نظرته نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والتلوث، فبدأت نظرته التحول من البترول إلى الغاز نتيجة لأنه صديق للبيئة، فمصر كانت من الدول السباقة ومضت الحقيقة على الاتفاقية دي، وهناك مشروعات وخطط استراتيجية مستقبلية لمصر إنها تصدر الغاز لأوروبا. يعني الخطة الرئيسية اللي موجودة حاليا يبقى في محور ثلاثي رئيسي في المنطقة عندنا، مصر تبقى المركز الرئيسي، غاز مسال وصناعاته المختلفة، عندنا بنية تحتية الحقيقة جيدة جدا وسبقنا دول عديدة فيها، على سبيل المثال لو فيها يبقى في غاز ليبيا، غاز دول محيطة بنا هيتم تصديره من مصر إلى اليونان ومن اليونان إلى أوروبا.
ومع تغيير الفكره اللي كانت سابقه، كان الفكره اللي طرحها الولايات المتحده الامريكيه من خلال تركيا. الغاز المصري هيبقى مهم جدا، يكفينا عائدات وما يبقاش في استيراد من الخارج، هيبقى في مصانع عديده هتقوم عليه. المعركه الحاليه والمستقبليه لكل دول العالم الحقيقه، زي ما الاقتصاد وعصب السياسه، الغاز او الطاقه هي عصب الاقتصاد، ومصر طالما في صناعات في استثمارات في مشاريع جديده يعني في طاقه. والحقيقه مصر ما ركزتش بس في الغاز ده، في الطاقه النوويه السلميه، في طاقه الرياح، في الطاقه الشمسيه، وفي مشاريع عديده في الطاقه في دول عديده دخلت فيها في استثماراتها. اكيد انا عايزه ارجع مع حضرتك لخطوه، ولولا التفكير الممنهج وفي نفس الوقت كمان الخطوات مدروسة بجدية شديدة جدا، لولا ان احنا قدرنا ان احنا نحفظ حقنا في حقل زهر، وهو من خلال اتفاقية ترسيم الحدود ما بين الدول المختلفة اللي بيوجد ما بينها حقل زهر. واعتقد ان دي تفكير كان سابق لأوانه، في نفس الوقت حفظ لنا حقنا وهيضمن لحقوق المصريين في المستقبل ان شاء الله. مهم جدا تخطيط الدول دايما، يعني حتى الارهاب اللي في المنطقة كله هو كان عبارة عن تخطيط مستقبلي من 1900 اصلا الحقيقه عامله الولايات المتحده للمنطقه ودول اخرى. يعني فكره سوريا نفسها واللي بيحصل في العراق والارهاب اللي بتواجهه دول المنطقه، هو هدفه الحقيقه القضاء على الغاز. يعني كان المستهدف انه يجي خط الانبوب الغاز من قطر يمر للسعوديه، ومن السعوديه الى سوريا، ومنها الى اوروبا كبديل للغاز الروسي، وروسيا رقم واحد في الغاز، بعدها قطر، بعدها السعوديه. لكن سوريا رفضت مرور هذا الخط، فما كان واجهت إلا ما نراه الآن هو الإرهاب. ونفس الكلام الحقيقة مصر لما كان لديها مشروع كبير لتصدير الغاز، غاز المنطقة إلى أوروبا من مصر الأردن، من الأردن إلى لبنان، ومنها إلى سوريا، ومنها إلى أوروبا، الحقيقة واجهت برضو فكرة الثورات والمشكلات اللي حصلت عندنا في الفترات السابقة. لكن مصر الحقيقه في الفتره الاخيره بقى في خطط ودراسات مستقبليه متخصصه للمستقبل، وفكره انه ما يبقاش في وزير يمشي او وزاره تمشي وتيجي وزاره غيرها تغير تبدأ اللي كان من أول وجديد. لا، ده في خطط ثابته، بيجي الوزير لو عنده رؤى اضافيه هيضيف، لكن لو ما عندوش عليه الخطط موجوده قدامه وعليه ان هو يكمل فيها. فمصر الحقيقه عندها الرؤيه المستقبليه في الفترات الاخيره ومركزه فيها، ويعني على 2020 يعني 2000 بالظبط 2020 2025 مرشح مصر تكون من بين ال 20 الاول على العالم في الاقتصاد ان شاء الله. او تصبح مثلا اكبر دوله اقتصاديا في الشرق الاوسط مع السعوديه واثيوبيا. عظيم. انا عايزه حضرتك تشرح النقطه دي للمواطن المصري، والحقيقه احنا بنتكلم وبنشرح اكتر ليه، لانه المواطن مش لامس الفكره دي دلوقتي حالا. يعني هو بيشوف انه ازاي مصر ممكن تبقى من الدول المتقدمه اقتصاديا واحنا بنعاني في ظل غلاء اسعار او 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 معاناه المواطن الشخصيه اليوميه. ففي اكيد رؤيه شامله ومستقبليه وكبيره بتشمل تحسين جوده حياه المصريين على المدى الطويل، فعايزه حضرتك توصل الفكره دي للمواطن البسيط، لانه مهم ان هو يطمن على مستقبله ومستقبل ولاده كمان. ومهم جدا يقرا مثلا استراتيجيه مصر 2030 وفي خطط مستقبليه مصر 2050. ما احنا بنتكلم عليها يا فندم، معلش مع احترامي يعني للاعلام كله، بنتكلم عليها لما تطرح للساحه الاعلاميه في وقت ما كانوا بيتكلموا على رؤيه مصر 2030 وكل وزير اتكلم فيها، بس بعد كده ما فيش حد من الاعلام اتكلم عليها. هي موجوده حتى بي دي اف على الانترنت، موجوده في انا بكلم مواطن يا فندم ممكن المواطن عنده. المواطن يقدر يلاحظ ده من خلال الواقع الميداني من خلال البنيه التحتيه في الطرق والمواصلات. اعتقد اي حد يقدر يسافر من اقصى مصر جنوب لاقصى شمال بوقت اسرع باسهل بطرق حديثه ببنية تحتية حديثة، عكس ما كان فيما قبل ما كانش ده موجود. الدولة صرفت مليارات عديدة وكبيرة جدا في العديد من المصانع، العديد من المدن الجديدة الصناعية خاصة. اعتقد ده هو يقدر اللي وفرت فرص عمل للمواطنين وهتوفر كمان في المستقبل. يقدر يلاحظوا الدولة بتطرح أراضي صناعية لإقامة مشاريع صناعية، اعتقد في السنة على الأقل من 3 لـ4 مرات، ده على الأقل في مختلف مناطق الجمهورية، في تقريبا بشكل تقريبي في كل المحافظات. أعتقد ده يقدر يلاحظوا.
الصناعات الصغيره هناك صندوق يتبناها ويتبنى افكارها ورؤاها ومشاركه مع رجال الاعمال، اعتقد ده يقدر يلاحظه ويقدر يشارك فيه هو بنفسه. القروض اللي متاحه في البنوك للصناعات الصغيره وللشباب اعتقد ده هو يقدر، والفايده المتناقصه على القروض ده فايده تكاد تكون يعني 2% وتتناقص الى اقل كلما سدد مبلغ من السابق. ممكن يخشوا في مشروعات اخرى عديده، مجموعه رجال مع بعض. الدوله كمان بتدي تسهيلات لرجال الاعمال والمستثمرين اكبر من دول اخرى، يعني في الغاز على سبيل المثال او الطاقه عموما، مصر تعتبر افضل دوله بتدي تسهيلات للمستثمر انه يستثمر في مصر في مجالات الطاقه. مصر جذبت العديد من الاستثمارات في مجالات الطاقه على سبيل المثال، يعني احنا عندنا مساحه، كنا بنقول في التخطيطات المستقبليه انه مساحه تعادل بحيره السد العالي من الطاقه الشمسيه في منطقه معينه في اسوان يمكن ان تكفي مصر طاقه كهربائيه بشكل تام، وهذا المشروع تم بالفعل حاليا. طاقه الرياح ما كانتش مستغله في منطقه السويس ومناطق اخرى، في استثمارات ايطاليه وموجود استثمارات عربيه وموجود استثمارات مصريه. الطاقه الشمسيه، اللوحات الشمسيه، الخلايا الشمسيه، الان هناك مصانع موجوده في مصر وتبيع ذلك للمواطنين. الطاقة الشمسية يمكن استخدامها في المنازل، يعني ممكن عمل مشروع تقريبا تكلفته من بين 40 ل 50 ألف جنيه يتعمل فوق البيت، فوق السطوح، بيجيب في الشهر كان في المتوسط من